ومن ملامح الإبداع القديم إلى بصمة السوريين، حيث يرتفع العلم السوري اليوم في مختلف المحافل الدولية بفضل تميز وإبداع السوري في مختلف المجالات الرياضية والدولية والعلمية وفي مجال الاختراعات والاكتشافات وحتى المسابقات. واليوم المشاركة السورية وخاصة بعالم الطيران مميزة ضمن بطولة بتقام سنويا في جبال الألب بمشاركة أكثر من 50 دولة. وأكيد دائما ليا لازم يكون لسوري بصمة. 5 من الطيارين هم طارق سعدة، خليل شاهين، جورج إيليا، خلدون عباس، وياس سعدة يشاركون في بطولة سانت هيلاري جنوب فرنسا، والتي تقام سنويا في جبال الألب. للحديث أكثر عن هذه المشاركة اللي بدأت أمس وبتنتهي ب23 أيلول، معنا عبر الهاتف المهندس الطيار طارق سعدة، مدير نادي الطيران الشراعي السوري وعضو الاتحاد الفيدرالي الفرنسي للطيران من جنوب فرنسا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية. صباح الخير، يعطيكم العافية، صباحكم. صباح الخير، بونجورات، يسعد صباحك. بالبداية خلينا هيك نتعرف، عدد المشاركين 4500 طيار، صحيح؟ اليوم عدد المشاركين هو 4800 طيار، زادوا من خلال اليومين الأخرانيين. هو أكبر تجمع للطيارين بالعالم، بينعقد بمدينة سانت هيلاري بجبال الألب الفرنسية. والحمد لله نحن هي ثاني مشاركة لنا. السنة الماضية عملنا مركز رابع، إن شاء الله السنة اليوم بتبلش الدورة تحديد المركز، إن شاء الله بنقدر نعمل مركز السنة إن شاء الله. الفريق السوري مكون من 5 طيارين، خبرنا عن كل طيار وكيف هي المسابقة والمشاركة. الفريق السوري هو 5 شباب، كل سنة يعني ما عم نحاول نزيدهم، بس عنا كثير صعوبات بالتدريب بالقصص، كل واحد فينا ساكن بلد بس مجتمع بفرنسا كل سنه، وبنشارك بسانت هيلاري. نحن السنه كمان مشاركين بالتنظيم اساسا للبطوله، وهي هي اهم شيء انا بنظري، قدرنا نكون من احد كادر المنظم لسانت هيلاري، لانه سانت هيلاري من يعني مثلا رقم واحد بعالم الطيران الشراعي، خاصة طيران الباراموتور. نعم، ألو سيد طارق، بعدك معنا؟ تماما. خلينا نحن، عم تسمعنا؟ طبعا طبعا. نعم سيد طارق، خلينا نحكي، خلال المسابقة تم عرض نماذج للطيران، هي السنة الفريق السوري شو كان محضر بهذا المجال؟ نحن ما بنشارك في بطولة النماذج، نحن بنشارك بس في بطولة المركز، تحديد المركز. بطولة النماذج هي عرض، في عروض استعراض يعني بتسمي مجسم ما بصير شيء، ما بعرف إذا في عندك صور تشوفيهم أو تعرضيهم، بس بنشوفهم أكيد. النماذج هي كل بلد بيعمل نموذج وبتطير النموذج اللي هو طاير فيه. السنة في حوالي شيء 1000 نموذج رح يشاركوا بكره، رح يتم العرض بكره بعد نهايه بطوله تحليل المركز. اساسا هي بطوله سانت هيلاري، بطوله تحليل المركز، بعدين بطوله استعراض نماذج وتجمع لكل طيارين العالم. طيب طارق، السنه الماضيه حصدتوا المركز الرابع؟ الحمد لله السنه الماضيه كان مركزنا الرابع بتحليل المركز. ايه، السنه ان شاء الله يعني شو طموحكم؟ يعني كل سنه يمكن في مشاركه اكبر، ودائما في طموح يمكن للوصول بشكل اكبر. هالسنة شو بتطمحوا؟ عفوا؟ شو بتطمحوا هالسنة؟ يعني السنة الماضية المركز الرابع، إن شاء الله بنقول الأول أو الثاني هالسنة؟ إن شاء الله يا رب، نحاول إن شاء الله، نحاول إن شاء الله. نعم إن شاء يا الله، ما فينا نحكي شيء، إن شاء الله يا رب، يوم بعد الظهر تبين النتائج. ان شاء الله نقدر ناخذ ميداليه السنه. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله، اكيد نحن بدنا نتمنى لكم التوفيق وبدنا نقول لكم موفقين يا رب. سيد طارق كنت معنا من جنوب فرنسا، نحن كثير بدنا نتشكرك، وموفقين وبترفعوا الراس، شكرا كثير. اكيد بدنا نتشكرك، تحياتي للجميع. أكيد نتشكرك كثير على وصولكم لهي المراتب، وأكيد نتمنى له التوفيق دائما. يمكن مثل ما قلنا ببداية الفقرة ليا، البصمة السورية إلى امتياز بكل المجالات، يعني صحيح. احنا عم نحكي عن جنوب فرنسا
وفي جميع المحافل الدولية. أكيد بنتمنى له لطارق والطيارين الشباب اللي معه التوفيق، وإن شاء الله يرجعوا هيك بمرتبة عالية أكيد. إن شاء الله يا نور. فقرات صباحنا غير متابعة معكم مشاهدينا ومحطات بعد ما خلصت، ولكن خلينا نروح لفاصل وحتى نرجع ونكفي باقي محطات وفقرات صباحنا غير.